السلام عليكم ومرحبا بكم معايا دون سيت نوفيل فيديو. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، نتوما وليداتكم والعائله كامله ان شاء الله، وتلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد لو جو لوديك، لعبه تعليميه بامتياز، زوينه زوينه بزاف. هذا كان جاكادو لبنتي في عيد الميلاد ديالها ديال عامين، وكنت خبيته وقلت باقي عليه الحال، مازال زعما كبير على السن ديالها. مؤخرا جبته واخا باقا ما وصلش لثلاث سنين، ولقيت بانه مفيد مفيد بزاف، قلت ضروري نبارطاجي معكم هاد المعلومه. غتقولوا لي كتديري لا بوبليسيتي غراتويت، بصح بصح انا ديما كندير الاشهار فابور، ولكن المعلومه تستاهل، يعني كلشي على ود المعلومه. الوغ كيف ما قلت لكم فريمون زوين بزاف هاد لو جو، اي وحده اي ماما يقدر ينفعها مع وليداتها، او الا كنتي خاله، او الا عندك وليدات صحاباتك او لا صحابك، نصحيهم بهذا لو جو، زوين بزاف مفيد. هو فيه اكثر من 220 كويز، هو عباره عن واحد الحاسوب صغير هكا بورطاتيف، يقدروا زعما يديو معاهم فيما بغاو، يحارب الملل. يعني بالنسبه للوليدات اللي كيملوا دغيا ولا كيكونوا اكتيف تبارك الله عليهم، هاد لو جو هذا كيكابت لو اتونسيون، وكيخليهم يتعلموا بزاف ديال الحوايج، داير واحد القيمه تعليميه اللي هي رائعه رائعه. بعدا كيخدم لا موتريسيتي فين، يعني لا ميتريز ولو كونترول ديال ليديدات ديالهم، كيفاش يتحكموا في ليديدات ما بين اليمنيه ما بين اليسريه، داكشي اللي كيشوفوه كيفاش يقدروا يوصلوا ليه ويعبروا عليه. حيتاش هاد لورديناتور ولا هاد لا طابليت فيها واحد جوج ستيلوات اللي كنتحكموا بهم في دقه واحده باليد اليمنيه واليسريه. انا نوريكم، انا دابا غادي نوريكم بيان سور كيفاش كيخدم. هما دايرين فيه ابتداء من 3 سنين، يعني ما بين 3 سنين و 6 سنين، ولكن فريمون فيه واحد لي فيش، هادو هما المجموعه ديال لي فيش اللي كيكونوا لداخل، انا غادي نوريه لكم. هاد المجموعه كاين فيهم اللي يقدروا يستعملوه ابتداء من عامين، بحال ديال لي كولور، ديال لي فورم، الالفابي، هادو ديجا كيكونوا الوليدات بداو كيحفظوهم مع لي كونتين ومع الاغاني لي شونسون ديالهم، تيكونوا بداو كيحفظوهم، دونك يقدروا يلعبوا فيهم. شنو كيعلم هاد لو جو هذا، وعلاش بغيت نبارطاجيه معاكم؟ لوتيليزاسيون ديالو كتفافوريزي لو ديفلوبمون و لاكيزيسيون عند هذاك الطفل، منها كما قلت لكم لا موتريسيتي، منها لا كاباسيتي لوجيك ديال لوبسيرفاسيون، يعني هو كيخدم شويه عقلو، منها لي كونيسونس و لي كومبريونسيون، يعني المعرفه لو سافوار اللي كيعرف، لا ليكتور كيولي كيحفظ اكثر ولا كيثبت هذاك الشيء اللي كان كيسمع، حيت كما كتعرفوا الوليدات في الاول تيكونوا كيحفظوا بالسمع، ومن بعد كيبداو يثبتوا هذاك الشيء اللي حفظوه على الكلمات، وهكا كيفاش كيتعلموا لي مو، كيفاش كيتعلموا لي فراز. بيان سور هذا سي ان جو اون فرونسي، وهذه فكره مزيانه باش ندخلوا الوليدات ديالنا هاد اللغه من صغرهم. وشنو اخر نقدر نزيد عليه، يعني كيعلم حتى لوطونومي، حيتاش بوحدو كيقدر ياخذ هذوك الاقلام ويلعب بهم، وهذه شي حاجه كتخليه يتعلم يديرها بوحدو بلا ما يساعدو شي واحد كبير. وهذا سي ان جو اللي هو امن، ما عندوش علاقه بالضوء او لا بشي حاجه ديال الالكتريسيتي اللي تقدر تضر وليداتكم. شنو نقدروا نقولوا اخر، مهم بعدا كما قلت لكم هذا يحارب الملل. انا بعدا فاش درتو لبنتي مع فيه قوه لي كولور، وهذا فريمون كيكابتي لاتونسيون ديالها. جيسبر يكون كيبان لكم، فوالا كيبان لكم مزيان، دونك داير بحال هكذا، تيكونوا فيه هاد لي فيش من داخل، فوالا داير بحال هكذا، سي تري بازيك، يعني ماشي شي حاجه اللي هي معقده بزاف، صافي عادي. فيه هاد اليديده هادي باش يقدروا يهزو، وفيه هاد جوج اقلام، هاد جوج اقلام هما اللي كي بوينتيو على ليماج باش يشوفوا لي كوريسبوندونس، هادو هما لي فيش اللي قلت لكم كيخدموا عليهم، تيكونوا مرقمين، كاين 32 كويز،
32 كويز اللي تيكونوا على هذا الشكل ريكتو فيرسو. دونك كيف ما قلت لكم هاد الاولين مثلا الحيوانات لي ميزون ديال الحيوانات، كل حيوان فين هي الدار ديالو، لوتيليزاسيون ديالو ساهله بزاف ما كتطلبش شي مجهود كبير. الوغ نديرو بحال هكا. دونك كتركبوا لافيش دو سيت فاصون بحال هكا بهذا الشكل، وانتم كطرحوا عليه سؤال مثلا، تقدروا تطرحوا سؤال بالعربيه يعني ماشي ضروري غادي ديروه بالفرنسي، اولا تقدروا بالانجلي يعني تقدروا تطرحوا نتوما الاسئله كيف ما بغيتوا، هما كيكونوا كاتبين لكم السؤال هنا، مي نتوما بيان سور تقدروا تستعملوا اللغه اللي بغيتوا اولا اللهجه اللي بغيتوا. مثلا كتسولوا فين هي الدار ديال العصفور، وهو خصو يبوينتي الاقلام هنايا، و بيان سور لا طابليت كتعطيكم لو سين ديال اوكي، الا دار غلط ما كتعطيهش هذاك لو سين، وهنايا كيولي هاد لو جو اميوزون. بيان سور كيبقى كيقلب على كل حيوان فين هي البلاصه ديالو اولا فين هي الدار ديالو. كما قلت لكم هاد لي فيش كيكونوا ريكتو فيرسو، مثلا تلقاو في نفس لافيش غتلقاو نفس الموضوع، غير هنايا كيهضروا على المنزل الا بغينا نقولوا، وهنا كيهضروا على شنو كياكل كل حيوان، ومنها كتقدروا بيان سور ديروا مراجعه بالنسبه لهداك الشيء اللي قراتوه من بعد، مثلا هذا شنو سميتو شنو كياكل. كاين هاد لافيش ديال لي كولور حتى هي تقدروا تبداوها معاهم من الاول، ويلا ما كانوش كيعرفوا ليها من الاول ما فيها باس تعلموهم منها، يعني كل انيمال شنو هما لي كولور ديالو انسي دو سويت. كيف ما قلت لكم كاينين بزاف ديال لي فيش، وانتم تقدروا تادابتيو هاد لو جو هذا مع وليداتكم. بحال هادي سي اون فيش ديال الكالكول ديال الحساب، هنايا ديال لي زاليمون، كاين ديال الالفابي الالفابي او ميم طون ها هما هنايا الالات الموسيقيه. دونك فوالا هذه حتى هي زوينه بزاف ديال فو با فير شنو ما خصناش نديرو، وتقدروا من خلالها تعلموا لذاتكم. بحال دابا اللي ما كيبغيوش يديروا الصمطه في لا فواتور كنوريهم بان ضروري خاصها دار، اولا اللي كيقطع الشانطي بوحدو لا راه ضروري خاص يكون معك شي واحد كبير. هاد لو جو كونيكت اي ريبون دار من طرف مجموعه ديال الخبراء في الالعاب، وباستشاره ديال المعلمين اساتذه ودي بسيكولوج، وديجا جربوه في مدرسه باش يكون لو برودوي سور منه يكون اميوزون و ايدوكاتيف، يعني منهم الوليدات استمتعوا وتعلموا. المعلومه اللي عاد عرفت وانا كنوجد لكم هاد لا فيديو، وهو كاين حتى سو فورم دابليكاسيون اللي تقدروا تيليشارجيوه من جوجل بلاي اولا من لاب ستور، مي دو بريفيرونس لعبوا به بحال هكذا سور بابيي باش نبعدوا وليداتنا شويه من الالكترونيك. يعني في هاد لافيش كتلقاو مجموعه من المعلومات اللي يقدروا يفيدوكم باش تركبوا هاد اللعبه، واهم حاجه وهو كيخدم غير بالحجره يعني غير بلي بيل، وما تحتاجوش تركبوه مع الضو. صراحه الراي ديالي في هاد لو جو ايدوكاتيف كامل، يعني بالنسبه لبزاف ديال الاعمار ما ماشي شي لعبه اللي تقدر تسالي دغيا، يعني ماشي شي لعبه غير مسليه، فيها معلومات اللي كتنفع الوليدات في الحياه اليوميه، واللي تقدر تعلمهم كيفاش يتعاملوا مع لونطوراج ديالهم، اللي يقدروا يتعلموا منها ثقافه عامه، وشي حاجه اللي يقدروا يستافدوا منها مثلا في السفر الا كانوا مسافرين. كتعرفوا الوليدات كيملوا في لي مويان دو ترونسبور. وبالنسبه لهاد لي فيش هادو تقدروا تهزوهم على حساب كيف ما قلت لكم لا كاباسيتي ديال الوليد ديالكم اولا العمر ديالو.
فوالا هذه هي الفكره ديال اليوم. نتمنى تكون خفيفه ظريفة عليكم، تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات اللي عطيتكم. كيف العاده كنبغي نبارطاجي معكم هذاك الشيء اللي انا كيجيني زوين وكنستافد منه مع بنتي، كنبغيكم حتى نتوما تستافدوا منه مع وليداتكم. ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في التعليق كيف كنطلب منكم كيف العاده، وانا نخليكم على خير حتى لا فيديو جايه ان شاء الله مع افكار جديده. بسلام عليكم.